الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تيسر أمورنا وتوفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وتعيننا على ما أقمتنا فيه، وتوفقنا فيما أقمتنا فيه. اللهم اجعل لنا فرقانا في كل أمورنا يا رب العالمين، نفرق به بين الحق والباطل. ونسألك يا رب العالمين أن توفقنا لاتباع الحق واجتناب الباطل يا رب العالمين. تقبل ذلك منا، أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن، فقهنا في أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين، وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين، آمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية. وكنا تكلمنا على شروط صحة فعل الجمعة، صلاة الجمعة لها شرائط صحة، وشرائط صحة فعلها ثلاثة. الأول دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون، سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا، وعبر المصنف عن ذلك بقوله أن تكون البلد مصرا، كانت البلد أو قرية. انتهينا من هذا، يبقى لا يجوز أن تصلي الجمعة إلا في بلد المعيشة فيها مستقرة والبيوت فيها مبنية. أما لو كانت خيام أو أماكن بينقبوا فيها، أو زي الأعراب بيعيشوا جنب الماء، فإذا نفد الماء يرحلوا إلى مكان آخر، هؤلاء جميعا ليست جمعة عليه، يصلون ظهرا وليس عليهم جمعة. الجمعة تكون في دار فيها إقامة، قرية، قرية من الاستقرار، أي قرة في المكان يعني استقر، وأن تكون في حدود خريطة هذه القرية أو البلدة. يعني ممكن يتخذوها في مسجد في فضاء مثلا ملحق بالقرية، لا بأس، لا بأس ان هم يفعلوا ذلك، على اساس ان هم يجتمعوا اهل القرية كلهم في مكان متسع، وليكن هذا مثلا يكون الملعب بتاع القرية. القرية دلوقتي يعملوا لها مثلا ملعب كبير قوي عشان العيال تلعب فيه، ويعملوه في اطراف القرية عشان العيال ما تدوش المقيمين، فممكن يتخذوا هذا الملعب لصلاة الجمعة، لا بأس، لأنه ملحق بالقرية، وإن كان في الفضاء الخارج عنها إلا أنه في خريطتها، يعني في داخلها. أما إن كان لا يعيش حياة مستقرة، يبقى لا يجب عليه أن يصلي الجمعة. كذلك لا يصليها مثلا في مركب. بعض الناس تسافر في البحر، بيقعد بالشهر في البحر مسافر، لا جمعة عليه، ولو كانت حتى السفينة نفسها أو الباخرة اللي مسافر فيها كالمدينة، فيها ملاعب وفيها حمامات سباحة وفيها حجرات فخمة، كأنها يعني مدينة كاملة متكاملة ماشية. ساعات بتبقى فيها مستشفى كمان، وفيها نادي، وفيها كافيتيريا، وفيها مطعم، فيها كل حاجة، يعني ممكن يعيش فيها سنوات ما يخرج، لكن لا جمعة عليه، لأنه ليس على الأرض بل في البحر في الماء، فليست مستقرة. وهكذا، ده أول شرط. الشرط الثاني العدد بقى، لازم كمان يتوفر عدد يصح بهم الجمعة، عدد معين من الناس اللي هم عليهم واجب عليهم الجمعة. العدد ده ايه؟ هو في خلاف في المذاهب، هو ده اللي احنا هنناقشه اليوم. والثاني ان يكون العدد في جماعة الجمعة
40 رجلا من اهل الجمعة، ده مذهب الشافعية، قالوا ان لازم يبقى فيه 40، الشافعية قالوا كده. لكن في مذاهب كتيرة بقى في المسألة، هنقرأها في الحاشية. ان يكون العدد في جماعة الجمعة 40، لازم ال40 يكون ذكر، الذكورة فيها شرط، وان كانت تصح من المرأة الا انها لا ليست مكونة لنصاب الجمعة، ولكن تصح منه. فاللي يكون نصاب الجمعة لازم يكون رجل، يعني ذكر مكلف، يعني يكون بلغ، ما يكونش صبي، طفل صغير. يبقى لازم يكون رجل بالغ، ذكر بالغ عاقل مقيم صحيح مش مريض، واخد بالك، حر. بل لا تصح من العبد، لا تصح من العبد يعني كنصاب، وان كانت تصح منه اداء وياخذ ثواب، لكن لا يفعلها ايه مكونا لنصابها. يبقى ان يكون العدد في جماعه الجمعه 40 رجلا من اهل الجمعه، وهم المكلفون الذكور الاحرار المستوطنون، المستوطنون بحيث لا يضعنون، يعني ما بيكونوش بيسافروا كل شويه جماعه رحاله كده. الضعن اللي هو السفر، يبقى من اهل الاقامه يعني المستقرين، بحيث لا يضعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا الا لحاجه. والثالث ان يكون الوقت باقيا وهو وقت الظهر، ده ثالث شرط. ويشترط ان تقع الجمعه كلها في الوقت، فلو ضاق وقت الظهر عنها بأن لم يبق منه ما يسع الذي لابد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صليت ظهرا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها صليت ظهرا بناء على فعل على ما فعل منها وفاتت الجمعة، سواء أدركوا منها ركعة أم لا، ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح. ونقف على فرائده، هنقرأ الشروط. لازم يبقى طبعا الشرط الثالث ان يكون وقت الجمعة باقي، لازم يكون وقت الجمعة باقي، وقت الجمعة اللي هو وقت الظهر الى ان يؤذن للعصر، هو ده وقته. فلو هم بيصلوا الجمعة الامام طول في الخطبة قوي، لدرجة ان هم بدأوا يصلوا صلاة الجمعة وصلوا الركعة الاولى، نوينا صلاة فرض الجمعة اداء مقتديا الله اكبر، والامام بيقرأ في الفتحة في الركعة الثانية، سمعوا أذان العصر، يبقى يتموها ظهر، ما يسلموش، يتموها ظهر. خدت بالك؟ لأن هنا تيقنوا خروج وقتها، يروحوا إيه؟ يروحوا جايبين أربع ركعات على طول، ويسر، يسر على طول، لأن صارت ظهرا. هو كان بيقرأ الفتحة وساكت مستنى يقرأ السورة في الركعة الثانية، في فترة صمته ده علشان يقرأ السورة سمع أذان العصر، يعمل إيه الإمام؟ يستمر في الإصرار ويقرأ السورة سرا ويكمل ظهر. طيب شكينا، شكينا لكن ما سمعناش أذان العصر، وإحنا فيها شكينا، يا ترى العصر دخل ولا ما دخلش؟ يبقى نكملها جمعة، نصليها جمعة عادي طالما شكين، لكن لو متيقنين إن خرج وقتها نكملها إيه؟ نكملها ظهر. هنقرأ بقى إيه كلام الشيخ البيجوري على هذين الشرطين. قوله: والثاني، أي الشرط الثاني، قوله أن يكون العدد، قد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على 15 قولا، يعني في المسألة عدد الجمعة 15 مذهبا. الأول تنعقد بالواحد وهو قول ابن حزم، طبعا ده قول ايه بعيد شوية، لان يعني الجمعة جاي من الجماعة الواحد ما يكوناش، لكن ابن حزم قال لك تنعقد بالواحد، يعني يقوم يأذن ويقف يخطب في نفسه ويقيم الصلاة وينزل من على المنبر يصلي جمعة، ده على مذهب ايه ابن حزم، يعني بعيد شوية. فلا تشترط الجماعة كما هو ظاهر يعني المذهب الثاني باثنين كأي جماعة، احنا ممكن احنا اتنين نصلي جماعة مش كده، واحد يأم التاني. يبقى المذهب ده قال لك خلاص بأقل الجماعة تنعقد الجمعة بإمام ومأموم، والإمام يقوم يقعد يخطب فيه وبعد كده يروحوا مصليين ركعتين وتنهم ماشيين.
والثاني باثنين كالجماعة وهو قول النخعي، والثالث باثنين مع الإمام وده قول الأحناف، لأن أقل الجمع ثلاثة عندهم، من جايبها من اللغة، اللغة عندهم أقل الجمع ثلاثة مش كده برضه، والجمعة جاية من الجماعة، فالأحناف خدوها من معنى اللغة، يبقى اثنين مع الإمام، الإمام يخطب في اثنين وإيه ويصلي خلاص. الثالث باثنين مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد والليث، ده إيه عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن يعني اللي هم تلامذة الإمام أبو حنيفة، والليث بن سعد عالم مصر، قالوا اثنين وإمام. الإمام أبي حنيفة قال لك لا، أقل الجماعة هم الثلاثة، فالمأمومين يبقوا ثلاثة، المأمومين يبقوا ثلاثة، والإمام يبقى الرابع بتاعه، الرابع بثلاثة مع الإمام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري، الخامس تنعقد بسبعة عند عكرمة، لأن بيعتبروا إن السبعة في اللغة أكمل العدد، وبعد كده إضافات بقى، واخد بقى السبعة أكمل العدد، عشان كده ربنا جعل الأسبوع سبعة أيام والسماوات سبع سماوات وجعل الأرض سبع أراضين لبيان كمال الخلقة وتمام العدد في الخلقة، واخد بالك؟ وعشان كده أي عدد زيادة عن السبعة يعطف بالواو، إنما قبل كده ما يعطفش، وتلاحظ هذا في إيه؟ في قصة أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، وأول ما يقول سبعة قال وثامنهم، و وثامنهم كلبهم، يبقى عطف عليها الثمانية، ليه؟ لأن وصل للكمال بالسبعة، كويس؟ وعلشان كده كان عدد أهل الكهف برضه سبعة، لبيان كمال إيمانهم. بكمال عددهم وهكذا، يبقى إشارات كلها. وعشان كده الإمام عكرمة قال إن الأكمل حاجة السبعة، العدد في العدد، وإحنا بنتكلم على العدد يبقى ناخد أكمل عدد يبقى السبعة، وجهة نظره كده. السادس بتسعة عند ربيعة، السابع باثني عشر وهو مذهب الإمام مالك، لأن الإمام مالك قال إيه لما انفضوا عن النبي لما جاءت التجارة تركوك قائما، واخد بالك؟ وإذا رأوا تجارة له انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، قال لك لما انفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بقي معه اثني عشر، فانعقدت بهم جمعة، فالإمام مالك قال علشان كده قال 12. السابع باثني عشر ومذهب الإمام مالك، الثامن مثله غير الإمام عند إسحاق، الإمام إسحاق قال لك 12 غير الإمام يبقى 13 يعني. التاسع بعشرين في رواية ابن حبيب عن مالك، العاشر بثلاثين كذلك، الحادي عشر بأربعين ومنهم الإمام وهو أصح القولين عند الإمام الشافعي، الثاني عشر بأربعين غير الإمام وهو القول الآخر عند الإمام الشافعي، يبقى عندنا احنا قولين الأصح ان هم أربعين زائد بالإمام، كويس؟ أربعين بالإمام ده القول الراجح، وفي قول عند الشافعية ان هم 40 من غير الامام، يبقى عند 41. ال40 غير الامام قول الثاني عند الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة، الثالث عشر ب50 في رواية عن الامام احمد، الرابع عشر 80 حكاه المازري، الخامس عشر جمع كثير من غير حصر، ولعل هذا الاخير ارجحها من حيث الدليل قاله في فتح الباب، يبقى جمع كثير بغير حصر، لما يبقى جماعة كتيرة كده ينعقد بيها، طب عددها كام؟ قال لك بغير حصر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حددش عدد معين، يبقى جماعة كتيرة وخلاص بغير حصر. قوله في جماعة الجمعة ظاهره أنه يشترط العدد في جماعة الجمعة فقط، وهي إنما تشترط في الركعة الأولى بخلاف العدد فإنه يشترط من أول الجمعة، ظاهره أنه يشترط العدد في جماعة الجمعة فقط، وجماعة الجمعة الجماعة تشترط جماعة في الركعة الأولى، لكن العدد نفسه يشترط من أول الجمعة إلى آخرها، فلو قال في الجمعة وأسقط لفظ الجماعة لكان أولى. قول أربعين قوله أربعين أي ولو بالإمام ولو كانوا ملتصقين
كما قاله الرحمن نقلا عن الرمل: ولو كانوا 40 فقط وفيهم أمي، فإن قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون عن 40. لو كانوا 40 يعني وفيهم واحد أمي، يعني أمي عند كتب في الصلاة يعني الذي لا يحسن قراءة الفتح، يسموه إيه؟ الأمي، مش اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، لا، الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتح، يبقى صلاته باطلة لأنه ما يعرفش يقرأ الفتح. فقال لك لو كان 40 وفيهم أمي يبقى لا تصح صلاة جمعة منهم، لأن صلاة واحد فيهم باطلة طالما قصر عن التعليم. فإن لم يقصر في التعلم صحت جمعتهم. طب افرض ما قصرش، حاول يتعلم كتير لكن مش عارف يحفظ الفتح، وحاول كتير ما فيش فايدة، يبقى ساعتها طالما ما قصرش صحت الصلاة منه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن لم يقصر في التعلم صحت جمعتهم كما لو كانوا أميين في درجة واحدة. فشرط كل أن تصح صلاته لنفسه كما في شرح الرملي. وإن لم يصح كونه إماما للقوم، وقول القليوبي وتبعه المحشي يشترط في 40 أن تصح إمامة كل منهم، بالبقية ضعيف، لأن في بعض الشروح قال لك أن لازم 40 يبقى يصح أي واحد فيهم يكون إمام أو مأموم. كويس؟ يصح أن يبقى إمام أو مأموم، لكن الراجح اللي هو رجحه الإمام النووي يبقى طالما تصح صلاته لنفسه يبقى صحت بهم الجمعة، ولو ما يكونش تصح به الصلاة به إماما ما يضرش، طالما في وسطهم إمام تصح الصلاة وتصح إمامته، وده المعتمد. والمعتمد ما تقدم، وتصح الجمعة خلف الصبي المميز، وتصح الجمعة خلف الصبي المميز. ممكن الصبي المميز ده هو اللي يخطب الجمعة ويصلي بالناس، لكن ما تنعقدش بيه، يعني يبقوا اللي بيتنعقد بيهم هم المأمومين وهو بس اللي بيصلي بيهم، يبقى جاي له في الجامع 60 واحد مثلا بتنعقد بيهم الجمعة، لكن ولا واحد فيهم حافظ القرآن، ولا واحد فيهم يحسن الخطبة، لكن هو راجل صبي صحيح، لكن ايه، خاتم القرآن وبيستطيع ان هو يخطب فيهم وتصح إمامته، يبقى في الحالة دي أمهم وتصح الجمعة به. وتصح الجمعة خلف الصبي المميز. والمسافر، افرض برضو مسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن دخل صلى بيهم وخلوه هو الإمام، عشان لو كده راجل لابس لبس ليه العلماء وقالوا له تقدم انت، وهو كان في قرية مثلا ما فيهاش علماء، وإن كان هو على سفر، إلا أنه تقدم بهم ووقف وخطب وصلى، لا تنعقد به ولكن تصح منهم، لا تنعقد به ولكن تصح منهم. وكذلك العبد لو كان رقيق ولكن عالم وصالح ويستطيع أنه يخطب تصح إمامته ولكن لا تنعقد به. كويس؟ والمحدث ولو حدثا أكبر كغيرها إن تم العدد بغيرهم. والمحدث ولو حدثا أكبر كغيرها إن تم العدد بغيرهم، بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم فلا يحسبون من 40. افرض اللي صلى بيهم اللي خطب لهم الخطبة واحد محدث، لكن لما جه بعد الخطبة قدم لهم واحد يصلي بالناس وهو ما صلاش، هو مش واجب عليه الجمعة، راجل عالم مسافر وبعدين أصابته جنابة وهو مش عارف يغتسل لأن الدنيا برد وما فيش حاجة يسخنها، وبعدين قالوا له والله تعالى ده الجمعة وجب، تعالى والنبي اخطب لنا، فخطب لهم الجمعة وبعدين نزل خلى واحد منهم يأمهم، تصح الجمعة. واخد بالك؟ في هذه الصور كلها مش هينزل كمان يصلي بيهم، لا، صح معاي. طبعا الحاجات دي ما بتحصلش الا في القليل النادر، يعني احنا عشنا وقربنا نموت اهو وما شفناش حاجة زي دي حصل، ان واحد مثلا خطب للناس حتى هو مش متوضي، يعني ما بتحصلش، حاجات نادرة يعني. لكن على اي حال اهو بيقول لك لان ممكن يبقى ايه دائم حدث، عنده سلس بول، انفلات ريح، لكنه عالم وهو الوحيد اللي يعرف يخطب، يعمل ايه؟ يقدمه،
يخطب لهم وبعدين ما يصليش بيهم إمام، يقدم غيره يصلي إمام. اه طبعا، وعند كل المذاهب، عند كل المذاهب اه كتير. احنا كنا نشوف خطباء جمعه واول ما ينزل من المنبر بيكون مرهق من الخطبه عشان سنه كبير، يقدم اي واحد من الشباب كده يصلي بينا. كتير دي نشوف، كنا نشوف حتى في السيده نفيسه كتير كان في عندهم امام كده راجل كبير في السن، كان بيجي كل شهر مره، كان يخطب وما ينزل يخلي اي واحد يصلي بينا. الشيخ اللي اذن ده راجل سيد حلو كده جميل، يخليه هو اللي يصلي بالناس، ما فيهاش حاجه. دكتور علي جمعه نفسه عملها في مسجد السلطان حسن، خطب مره ونزل وخلى واحد يصلي بالناس، تمشي ما فيهاش حاجه يعني. والحكمه في اشتراط الاربعين، اه الحكمه بقى اللي الشافعيه بقى بيدوروا ليه هم قالوا الأربعين؟ أن الأربعين لا تخلو عن ولي لله. بيقول لك إن لو جبت 40 مسلم كده غالبا هتلاقي في وسطهم إيه؟ ولي غالبا. وأن الأربعين أكمل الأعداد، وأن الإنسان ينمو إلى الأربعين، حتى ربنا قال فلما بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. فالأربعين دي فيها سر برضه في الكمال. وأن الأربعين أكمل الأعداد، وأن الإنسان ينمو إلى الأربعين، وأن كل نبي يبعث على رأس الأربعين، ومحل الاكتفاء بالأربعين في غير صلاة ذات الرقاع، أما فيها فيشترط أن يزيد على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين، ويقف الزائد في وجه العدو يحرسهم، ولا يشترط في الزائد أن يكون أربعين على الراجح لأنهم تبع للأولين. لما في ذات الرقاع صلوا الجمعة كأنها صلاة شدة الخوف، بعد ما خطب لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الجيش، جزء من الجيش صلى خلف النبي وجزء تاني كان في مواجهة العدو، فلما صلى بدون ركعة فضل قاموا هم يجيبوا الركعة التانية وهو وقف طول في الركعة التانية لحد ما دول خلصوا صلاتهم وانصرفوا وسلموا، جم التانيين صلوا مع النبي ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل قرا التشهد وطول لحد ما جابوا ركعه ثانيه وجلسوا وسلم النبي وسلموا معه. واخد بالك؟ اما فيها فيشترط ان يزيدوا على الاربعين ليحرم الامام باربعين، ويقف الزائد، والزائد ما يشترطش بقى يبقى اربعين، ان شاء الله يبقوا اثنين ثلاثه اربعه، مش مشكله. ويقف الزائد في وجه العدو يحرسهم، ولا يشترط في الزائد أن يكون أربعين على الراجح لأنهم تبع للأولين، ولو كان الأربعون من الجن صحت بهم الجمعة كما في الجواهر حيث علمت ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين. افرض الجن تصوروا في صورة آدميين، وكانوا تصوروا في صورة ذكور آدميين، كويس، رجال يعني، تصح صلاة الجمعة به لو كونوا أربعين، كويس. لكن لو جنوا على صورتهم لا تصح لانه لا يراهم، لا يراه، لكن هو لا يراهم الا اذا تمثلوا في صورة بشر، كويس، ولازم يكونوا في صورة بشر رجال، مش يتمثلوا في صورة ستات نساء يعني، ما ينفعش. وقال بعضهم لا يشترط كونهم على صورة الآدميين، وكذا لو كان الأربعون من الجن ومن الإنس، لو كان 10 من الإنس و30 من الجن أو العكس، المهم يكونوا مع بعضهم 40 مكلف يعني، إن علم وجود الشروط فيهم بخلاف ما لو كانوا من الملائكة لأنهم غير مكلفين، بخلاف ما لو كانوا من الملائكة لأنهم غير مكلفين. هذا الشيء من الدكتور. قوله رجلا فلا تصح وفيهم امرأة، فلا تصح الجمعة وفيهم امرأة، لأن احنا قايلين ان الذكورة شرط. شكرا. فلا تصح وفيهم امرأة او خنثى،
والخنثى برضه اللي هي مش متحققين ذكورتها، ما تنفعش. نعم لو كان معهم خنثى زائد عليهم وبعد إحرامهم بطلت صلاة واحد منهم لم تبطل جمعتهم، لأن تيقننا الانعقاد وشككنا في البطلان والأصل عدمه. بيعلم فيك الحس الفقهي. يقول لك طب افرض يا أخي 40 راجل ملوا هدوم بالظبط، هما اللي بيصلوا الجمعة مع الإمام ومعاهم خنثى، وفي وسط الصلاة إيه انفلت ريح من واحد منهم، يعني إيه بطلت صلاة، فبقوا 39 واحد وخنثى، فهل تنعقد صلاتهم؟ نقول لك آه، لأن تيقنا انعقادها بالإحرام، كان عددهم كامل، وشككنا هل الخنثى ده امرأة ولا رجل، مش احتمال يبقى رجل؟ احتمال يبقى رجل، فطالما شكينا يبقى تيقنا بإيه؟ بأنها انعقدت، وشككنا في البطلان، فنقدم اليقين، واليقين لا يزول بالشك، كويس؟ هو بيعلمك إزاي تعمل القواعد في إيه في الصور المختلفة. لأن القاعدة عندنا أن اليقين لا يزول بالشك. أما بيقول لك بقى رجلا من أهل الجمعة، أي ولو مرضى، لأن احنا قايلين أن المريض اللي تتوفر فيه كل الشروط لكن مريض تصح الجمعة منه وتنعقد به، خد بالك تصح الجمعة من افرض واحد مريض وهو مستوطن وبالغ وعاقل ومقيم وحر، وبعدين تحمل على نفسه ونزل يصلي الجمعة، تنعقد به الجمعة. وعشان كده بيقول لك ايه، اي ولو مرضى وان كان منهم الامام كما مر. ده بالعكس، ده احيانا كتير يبقى حتى نفس الامام مريض، ويجيبوا له كوبايه كده يحطوها له على المنبر، وكل ما اقول كلمتين ياخد له بق ميه يبلعها لانه المريض مش قادر يتكلم. بنشوف حاجات زي دي، ما يجراش حاجه، واخد بالك؟ تصح الجمعه به ومنه. وهم اي اهل الجمعه، وقول المكلفون الذكور الاحرار المستوطنون، بحيث لا يضعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا الا لحاجه. وهم أي أهل الجمعة، وقول المكلفون إلى آخره، ولا يشترط تقدم إحرامهم على إحرام غيرهم، خلافا لما نقله في الكفاية عن القاضي من أنه يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم، واشترطه البغوي أيضا. وقال الزرقشي الصواب أنه لا يشترط تقدم إحرام من ذكر، وهذا هو المعتمد، ولذلك صحت الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيرهم مع تقدم إحرامهم. يعني إيه، في بعض العلماء قال لك إيه، إن لازم يتقدم إحرام اللي تنعقد بهم الأول، ما يتأخروش في تكبيرة الإحرام عن الذين لا تنعقد بهم الجمعة، كويس؟ لكن الراجح إنها تنعقد ولو تقدم إحرام غيرهم، ما فيهاش مشكلة. استدلوا بذلك بجواز الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر، وهي تنعقد الجمعة بإحرامهم قبلهم لأنهم أئمة، فما فيهاش حاجة. المستوطنون، فلو استوطن في بلدين بأن كان له مسكنان بهما، فالعبرة بما كثرت فيه إقامته. افرض ان انا ليا بيت هنا في المقطم وعندي بيت في اسكندرية، لكن انا بقعد في المقطم اغلب السنة، اسكندريه دي بقعد لي شهر في السنه كده ويمكن ايام متقطعه، يبقى العبره باللي انا بقيم فيه اكثر، في المكان اللي انا اقيم فيه اكثر، يبقى انا في اسكندريه مش مستوطن وان كنت مقيم. يعني ممكن اقعد هناك 10 ايام اسمي مقيم لكن مش مستوطن، ممكن اقعد اسبوعين واقعد شهر لكن اسمي مقيم مش مستوطن. مقيم يعني ايه؟ يعني اتم الصلاه ما اقصرش، لاني هقعد اكثر من 20 يوم لكن مش مستوطن، يبقى لا اكمل انا نصاب الجمعه وان كنت اصليها، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لاني مش مستوطن، مقيم. في فرق بين المقيم والمستوطن، المستوطن اللي هو في الغالب قاعد معظم وقته في هذا المكان لا يزعن عنه. فلو استوطن في بلدين بان كان له مسكنان بهما، فالعبره بما كثرت فيه اقامته، فان استوت اقامته فيهما فالعبره بما فيه اهله وماله. طب افرض بيقعد هنا قد ما بيقعد هنا، بس مراته وعياله فين؟
نشوف مراته وعياله فين وتجارته فين ووظيفته فين، يبقى هي العبرة بدول. فإن كان له أهل ومال في كل منهما، افرض متجوز هنا ومتجوز هنا، عنده عيال هنا وعنده عيال، محل هنا ومحل هنا، عايز يلخبط الفقيه بقى. فالعبرة بالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة. يبقى خلاص لو هنا مستويين يبقى هو هتنعقد بالجمعة هنا وهناك، ما يجراش حاجة. هو فين تنعقد الجمعة؟ في المحل اللي هو فيه، لأنه بقى مستوطن في المحلين. واضح؟ سهلة دي. بحيث لا يضعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، تصوير لكونهم مستوطنين. وقوله لا يضعنون بفتح العين، يقال ضعن يضعن ضعنا بفتح العين، ضعنا وضعنا، ضعنا وضعنا وإسكانها في المصدر، وقرئ بهما في قوله تعالى يوم ضعنكم ويوم ضعنكم قراءتين، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، وفي قراءة يوم ضعنكم بفتح العين. قال في المختار ضعن سارا وبابه قطع آخر انتهى. قول إلا لحاجة كتجارة ونحوها. والثالث أي الشرط الثالث أن يكون الوقت باقيا. وفي بعض النسخ الوقت باق بحذف الياء منه، وهو على لغة من يحذف الياء منه ولو منصوبا، كما في قوله ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. والمراد أن يكون الوقت باقيا يقينا، وقلنا لك الوقت من الظهر لحد أذان العصر، لحد ما يسلم كده والعصر يدوب أذن بعد التسليمة الأولى يبقى انعقد الجمعة. فلو شكوا في بقائه قبل الإحرام بها صلوا ظهرا. لو شكنا في بقائه قبل الإحرام يبقى ننوي ظهر على طول. طب لو شكنا في انتهائه وإحنا في آخر الصلاة يبقى نصليها جمعة. لو تيقنا من انتهائه بعدما أحرمنا يبقى نتمها ظهرا. سهلة. فلو شكوا في بقائه قبل الإحرام بها صلوا ظهرا، بخلاف ما لو شكوا في ذلك بعد الإحرام بها فإنهم يتمونها جمعة كما سيذكره الشارح. وقت الجمعة اللي هو إيه؟ وهو وقت الظهر. خد بالك لأن الحنابلة مختلفين عننا. حنابلة يقولوا إن وقت الجمعة يدخل مع صلاة العيد. يعني لو وعشان كده إيه لو صلى عند الأحناف عيد في يوم جمعة صلاة عيد ما عليهمش جمعة، خلاص تنعقد جمعة. ممكن عند الأحناف يجوا على الساعة 10 يأذنوا ويلموا بعضهم الساعة 10 الصبح، وعند الحنابلة عند الحنابلة يأذن على الساعة 10 الصبح 9:30 ويروح إيه واقف خطب فيهم الخطبتين وينزل يصلي ويروح، وما يصلوش بقى الظهر لأن عندهم الجمعة بتسقط الظهر مطلقا بلا شرط عند الحنابلة. يعني ايه الامر فيه ساعة، لكن الراجح اللي عليه استقر الامر، والراجح حتى عند الحنابلة نفسهم ان هي ايه من الظهر. الحاجات دي الخلافات دي بتعرفها بس علشان يعني تتعلم، لكن من حيث العمل هو اللي عليه المسلمين على رمل العصور بيأذنوا وقت الجمعة هو وقت الظهر. وهو وقت الظهر اشار بذلك لان ال في الوقت للعهد، والمعهود هو وقت الظهر اي وقت ظهر يومها، فلا تقضى جمعة بعد فوته ولو في يوم جمعة أخرى. لازم وقت الظهر بتاع يومها، فات تتقضي ظهر، مفيش حاجة اسمها أقضي جمعة، مفيش حاجة اسمها جمعة قضاء دي، فات وقتها نصليها ظهر. خدت بالك؟ فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت إلى آخره، تفريع على قول المتن وأن يكون الوقت باقيا. وإذا أدرك المسبوق، خد بالك هديك بقى صور كتيرة يعلمك. وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام
وعلم أنه إن استمر معه حتى يسلم لم يدرك الركعة الثانية في الوقت، وإن فارقه أدركها فيه، وجبت عليه نية المفارقة لتقع الجمعة كلها في الوقت. فإن خرج الوقت قبل سلامه وجب عليه الظهر بناء لا استئنافا كغيره. بيدي لك مثال هنا غريب شوية. افرض ان الامام طول في صلاة الجمعة او اذنوا ليها متأخر، احنا العصر بيدنا دلوقتي على 4:30 مثلا، هم اذنوا لصلاة الجمعة الساعة 3:30، كويس ما جراش حاجة، حلو 3:30 لسه فاضل ساعة العصر، فراحوا اذنوا وطلع الامام يخطب. الامام ده ما بيعرفش يخطب اقل من ساعة، ساعة وشوية، مش عارف يلم نفسه، ناس قاعدة مضطربة تبص في الساعة، نزل الساعة 4:30 إلا 5 الإمام من على المنبر عشان يصلي بيهم الركعتين. أرى الفتحة زي الصاروخ، الإمام وشغال تمام، حلو كويس هيلحق. فجالك واحد تاني نوى معاه في الركعة إيه؟ نوى معاه في الركعة التانية. فبالنسبة للإمام الركعة التانية، وبالنسبة للمأموم الركعة الأولى. الإمام هيخلص الركعة التانية، هيخلص الركعة التانية، يكون صلاة العصر بيأذن. لكن انا لو صليت لنفسي هخلص الركعتين، يبقى في الحاله دي يجب علي نيه المفارقه عشان يدرك الجمعه، ينوي المفارقه ويصلي بسرعه، يعني هينوي مع الامام الاول عشان تنعقد جماعه، وينوي المفارقه بعد انعقادها جماعه علشان يتم قبل ان ينتهي وقتها. فهمت القصه بتاعتها ماشيه ازاي؟ صور نادره يعني، صور نادره، هو بس بيحاول يعلمك. والشافعي هيقوم بعد كده تاني يصلي ظهر، اصلا هو كده كده هيصلي ظهر، خد بالك يعني. الشافعي يعني ايه قافلين عليه يعني من جميع الجهات، مش هيهرب منه. ما دي احنا بحثناها، احنا قلنا تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، تدرك الجمعة كاملة بإدراك ركعة مع الإمام. يعني لو أدرك الإمام في ركوع الثانية يبقى أدرك ركعة مع الإمام كاملة، يبقى يقوم يجيب جمعة. لكن أدركه بعد ما رفع من ركوع الثانية يبقى ينوي جمعة ويجيب ظهر، يبقى ينوي جمعة ويجيب ظهر. خدت بالك؟ يعني هينوي جمعة اهو مع الإمام جماعة، ويجي الإمام يسلم يقوم يجيب 4 ركعات، واخد بالك؟ لانه ما ادركش معاه 4 ركعات، ركعه كامله. لا تنعقد له ظهر. بيقول لك وجب علي الظهر بناء لا استئنافا، يعني يبني على ما صلاه يعني. يعني لما ايه بناء يعني هيبني على مصلى، مش يخرج من الصلاه وينشئ صلاه جديده، لا. يعني لو كان هو في الركعه الثانيه يجيب عليها ركعتين، ادي معناه يبني عليه. لو كان في الركعه الاولى يجيب 3 ركعات، يعني بناء. لا استئنافا يعني لا يستأنفها، يعني ما يبتدئهاش من اول وجديد. واضح الكلام؟ وان كانت جمعته تابعه لجمعه صحيحه، ولا بد ان يكون الوقت باقيا حتى يسلم الـ40 فيه. فلو سلم الإمام ومن معه خارج الوقت فاتت الجمعة ولزمهم الظهر بناء لا استئنافا، يعني يقوموا يجيبوا 2 يعني، حتى لو سلموا يقوموا على طول من غير ما يتكلموا يجيبوا 2، وآدي معنى بناء لا استئنافا. ولو سلم الإمام التسليمة الأولى و39 فيه وسلم الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه من 39 بخلاف المسلمين خارجه، فلا تصح جمعتهم. وكذا لو نقص المسلمون فيه، وكذا لو نقص المسلمون فيه عن 40، يعني اللي سلموا في وقت الجمعة أقل من 40، يبقى ما تنعقدش برضه. كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه خارجه، أو سلم بعضهم معه ولا يبلغون 40، فلا تصح جمعتهم حتى الإمام. فإن قيل لو تبين حدث المأمومين دون الإمام
صحت جمعته كما نقله الشيخان عن البيان ما عدا من انعقاد صلاتهم، فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة، أي في بعض الصور، وهو ما لو كان فاقد الطهورين. يبقى ممكن الإمام يصلي بهم محدث ويكون فاقد الطهورين بأن لم يجد ماء ولا ترابا، يعني إمام فاقد الطهورين لأنه عنده مثلا مرض جلدي لا يستطيع أن يستعمل الماء، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يستعمل التراب لأنه موضع استعمال التراب فيه مريض، في حرق مثلا، في حاجة. يبقى في الحالة دي فاقد الطهورين، لا يستطيع أن يستعمل التراب ولا الماء، يبقى وهو محدث تصح منه الجمعة. وكان زائدا على الأربعين، لأنه يشترط في كل واحد من الأربعين أن تكون صلاته مغنية عن القضاء. خد بالك إن في الحالة دي تصح الجمعة ليهم، بس بشرط يبقى فاقد الطهورين ده زيادة عن الأربعين ولو إماما. كويس؟ ليه؟ لأن يشترط عشان تصح بهم الجمعة أن تكون صلاته مغنية عن القضاء، إنما فاقد الطهورين عليه أن يقضي صلاته مرة أخرى بعد أن يجد أحد الطهورين، مش كده برضو؟ بخلافها خارج الوقت فلا تصح خارجه في الجملة. قوله فلو ضاق وقت الظهر عنها، أي ولو شكا. وقوله بأن لم يبق منه ما يسع، بأن لم يبق منه ما يسع الذي لابد منه فيها من خطبتيها وركعتيها، صليت ظهرا، تصوير لضيق وقت الظهر عنها، فيعلم منه أن المراد ببقائه أن يبقى منه ما يسع الذي لابد منه من خطبتيها وركعتيها. قوله الذي لابد منه أي لا غنى عنه، وهو الواجب بخلاف المندوب. وقوله من خطبتيها وركعتيها بيان للذي لابد منه. قوله صليت ظهرا، فيجب عليهم أن يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة. في الحالة دي هينوا ظهر، ما ينوش جمعة ويكملوا ظهر. كويس؟ في الحالة دي إن كان ضاق وقتها عما يجب أداء منها، ففي الحالة دي هيحرموا بالظهر من الأول على طول. فيجب عليهم أن يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة، وإنما قال صليت ظهرا لقيام الظهر مقامها، لقيام الظهر مقامها، وإلا فلا معنى لصلاة الجمعة ظهرا. فكان الظاهر أن يقول صلى الظهر، ويمكن أن يقال المراد صليت الصلاة ظهرا. قوله فإن خرج الوقت فلو مدوا الأولى حتى تحققوا أنه لم يبق ما يسع الثانية لم تنقلب ظهرا إلا بعد خروج الوقت على الصحيح عند الرمل، كما شمله كلام المصنف قياسا على ما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فأتلفه قبل الغد فإنه لا يحنث إلا بعد مجيء الغد. يعني بيقول لك هنا لو طول في الركعة الأولى قوي مدها، وبعدين الركعة الثانية وقت الجمعة هيفلت ويخلص قبل ما يكملها، يبقى ساعتها مش هينوي ظهر إلا بعد ما يخرج الوقت أصلا. ليه؟ لأن وقت عدم انعقادها لسه ما جاش، فما ينفعش ينوي ظهر في الأول وهو قبل كده. زي بيضرب مثال لو حلف إن هو لا يأكل هذا الطعام إلا غدا، فتلف الطعام دلوقتي، لا يسمى حانثا في يمينه إلا لما يجي الغد، وساعتها يبقى كفر يمين. طب افرض ما جاش عليه الغد ومات بالليل، يبقى ما عليهوش حاجة، ما حنث لأنه ما جاش وقت الحنث، يبقى أهله ما يطعموش عنه ولا يصوموا عنه، فهمت؟ لأنه ما جاش الوقت. وقال ابن حجر انقلبت ظهرا من الآن، ابن حجر الهيتامي رأيه غير الرمل، قال لك لا، طالما خلاص لا يسع الركعة الثانية الوقت، لا يسع الركعة الثانية، يبقى تنقلب ظهر في الحال، والمعتمد الأول عند الشيخ الزيادي وقول الشارح أي جميع وقت الظهر بما يؤيد، أو عدمت الشروط
أو عدمت الشروط، وفي بعض النسخ وعدمت الشروط بالواو وهي بمعنى أو كما في النسخة الأولى، والمراد عدمت شروط صحتها أو بعضها، كأن فقد العدد أو الاستيطان أو الأبنية. قول يقينا أو ظنا بخبر عدل، وقولهم فيها أيها الحل أنهم فيها صليت ظهرا. يقينا يعني كلهم متيقنين، وظنا يعني دخل عليهم واحد على الجامع قال لهم الله انتوا لسه بتصلوا جمعة؟ ده العصر وجب يا جماعة، العصر وجب، وما جوه الصلاة بيكلمهم. يبقى هنا قال لهم الخبر ظني لأنه خبر واحد، يمكن ساعته مش مظبوط، يسموه خبر ظني وإن كان واحد، يبقى ساعتها برضه لا تنعقد جمعة عليهم، يقوموا يكملوا الظهر. خدت بالك؟ صليت ظهرا أي أتم الصلاة ظهرا، فتنقلب الصلاة ظهرا من غير نية منهم لها. وقوله بناء على ما فعل منها، بناء على ما فعل منها يعني يبني على ما فعل منها، إذا كان جاب ركعة يجيب ثلاث، جاب ركعتين يجيب كمان ركعتين عليه، يبقى يبني عليه، أي على ما مضى منها، فلا يستأنفونها. ويسر الإمام بالقراءة حينئذ، يبقى أول ما الإمام يعرف أنه قلبها ظهر يبتدي يقرا في سره بقى، يبطل يعلي صوته. قوله سواء أدركوا منها ركعة أم لا، أي أم لم يدركوا منها ركعة، فلا يتوهم من إدراك الركعة إدراك الجمعة، بل متى خرج الوقت ولو قبل السلام أتموها ظهرا، ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح. هذا محترز قوله يقينا أو ظنا، وقوله وهم فيها أي والحال أنهم فيها، بخلاف ما لو شكوا في خروج وقتها قبل الدخول فيها فإنهم يصلون ظهرا كما مر. فيقول لك فلو شكوا، ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح، لأن اليقين لا يزول بالشك. قول أتموها جمعة أي أتموا الصلاة جمعة، لأن الأصل بقاء الوقت مع تلبسهم بها، فالأصل استمراره. قول على الصحيح هو المعتمد، وقيل يتمونها ظهرا وهو خلاف الصحيح. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف على فرائض الجمعة إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرنا وغفلنا ذكري الغافلون، وجزاكم الله خير.